الأحلام المحررة، فيلم فلسطيني قصير اخترق الحدود والحصار ووصل إلى العالمية في أقل من أسبوع. فقد تبناه المغني العالمي البريطاني المناصر للقضية الفلسطينية روجر ووترز بوضع أغنيته الشهيرة هيو كموسيقى خلفية له. فيلم يروي حلم الأطفال الفلسطينيين المحرم عليهم، حلم مشاهدة البحر والعيش بحرية. لم يخفي مخرج الفيلم ابن قرية بلعين محمد الخطيب مفاجأته من انتشار الفيلم بهذه السرعة، لكنه أيضا لم يستغرب من تبني العالم الحر لحقوق الأطفال الفلسطينيين المنتهكة بفعل الاحتلال الإسرائيلي. هاي الحياة اليومية، اعتداءات الجيش، اعتداءات المستوطنين، قنابل الغاز، قنابل الصوتية أصبح جزء من حياتنا، ودمجها مع أجزاء تمثيلية لا تعطي صورة كاملة متكاملة. فروجر ووتر بتبني لهذا الفيلم أضاف لإضافة مميزة جدا جدا، عكست قديش في تضامن مع القضية الفلسطينية. المشاركات اللي جت 20,000 مشاركة وأكثر، عدد المشاهدات اللي زادت عن 1,600,000. شربت القهر من صغري، زرعت العز والإصرار في صدري. الطفلة صبا ابنة الأعوام السبعة وأحد أبطال الفيلم تعي أن دورها في الفيلم لم يكن تمثيلا بقدر ما هو واقع تعيشه يوميا. حلمي أن يروح عننا المستوطنة والجيش وأظل ألعب في البحر لحيلنا. تحتل الأوطان ولا تموت أحلام شعوبها وأطفالها، فهنا يستخدمون كل وسيلة ولغة يمكن لها أن تخترق الحدود والحصار بقول إن هنا أطفال حدود أحلامهم تقف عند الجدار. هنا فقط مزيج ألوان لا يريح البصر، ألوان لعب وفرح الأطفال إلى جانب جدار رمادي يشق الأرض ويدفن تحتها أحلامهم وآمالهم وطموحاتهم. فما استخدام الدراما والفن كلغة عالمية إلا لإيصال رسالة إلى العالم بأن هنا أطفال محرومون من اللعب والحلم والذهاب إلى البحر وحتى إلى المدرسة. فراس لطفي، سكاي نيوز عربية، قرية بلعين، غرب رام الله.